كنتوا بس تقولوا على نفسكم بعد اذنكم، يعني بعد اذنكم، خلي بس بعد اللي فوق، بعد اذنكم شوفوا وصلنا فين. ماشي، ما احنا انا بكلم كل الناس على فكره. بعد اذنك اهو، بص بص بقى، وراكي فاضي. بعد اذن حضرتك، وراك فاضي. بعد اذن حضرتك، وراكي فاضي. بعد اذنك، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بعد وراك فاضي، وراك فاضي. بعد اذنك اتفضل. نعم، وراك فاضي اهو، انزل بعد اذنك اهو، وراك فاضي جدا. بعد اذن حضرتك اتفضل. معلش اسمع، اتفضل. بعد اذن حضرتك انا برجع اهو، ساعات هيقع على ناس. بعد اذن حضرتك انا برجع اهو، اعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. بعد اذن حضرتك يا استاذ، بعد اذنك مش بنزل. وراك فاضي، ورا حضرتك فاضي، والله فاضي اهو، شفت ازاي؟ بعد اذنك انا قدر. بعد اذنك بقول لحضرتك وراكي فاضي. ماشي انا قادر على الكلام. طب ارجعي. طب بعد اذنك انزلي عدي الطوبه، يعني هو بس عدي الطوبه. في بني ادم ورايا. استاذه، بعد اذن حضراتكم يا استاذه، بتاع مساعده بعد اذنكم يا استاذه، بعد اذنكم ورا، بقول لكم كلكم، بقول كلكم بعد اذنكم ورا. انا والله طب بعد اذنكم وراكم فاضي، بعد اذنكم ارجعوا موكم. يلا بعد اذنكم، بعد اذنكم زي ما كانت هذا مكانك انت تحت. بس يعني مش اصلا بعدين بقى والله العظيم ما جاني.
ليه كده بقى يا سعودي؟ ما انت لقيتك بتصور عامل ايه؟ عشان انت كده بترازيني انا يا سعودي. يا سعودي عندك الكارت انت ليه ليه بترازيني؟ انا بعيد عنك اهو. بعيد عني فين يا سعودي؟ تقول لي انا بصور موبايلك انت يا بص وانا كمان بصور موبايلك سانك من نازل عزه ديفه انا من اول ده رئيس المهرجان لا مش هندخل بعد اذنك بعد اذنك خشوا بقى سعودي اقعد يا سعودي بعد اذنك اقعد تحت يا سعودي ما انتوا بتدخلوا فين يا جماعه انتوا بتروحوا فين يا ابني انا ما بعيد عن ايدك اهو ما حدش يتحرك يا جماعه هم عايزين يعملوا لنا مشكله بيحتاجوا مشكله بس ايه من الباروتش انا كنت نفس الطعم ونفس الشكل الصوره بتاع الباب بص تعالى كده انا هطلع لسه انا مش هتحرك